انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. بعتذر عن الانقطاع عنكم لظروف خارجة عن الإرادة، ولكن إن شاء الله أعوض الغياب ده بملفات هيتم عرضها لأول مرة على القناة. وأحب أنوه لحضراتكم إن الحلقة دي للكبار فقط، يعني اللي يشوفها فوق 30 سنة، وده علشان فيها ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام. والغريب ان الالفاظ والعبارات دي مكتوبة في كتاب يدعى مقدس وبيؤمن بيه اصدقائنا المسيحيين، وبيعتقدوا ان الكلام ده مكتوب بواسطة الروح القدس. وانا لما بقول ان الحلقة دي للكبار فقط ده مش من عندي، دي القنوات المسيحية هي اللي اقرت ان الكلام ده ما ينفعش حد يسمعه الا الكبار فقط، كأن الدين مقتصر على الكبار والصغار ما ينفعش نعلمهم كلام موجود في الكتاب المقدس. وعلشان أنا بحب دايماً كلامي يكون بأدلة، تعالوا نسمع ونشوف المذيعة المسيحية دي بتقول إيه. في البداية أحب ألفت نظر حضراتكم أن هذه الحلقة لكبار فقط، فنتمنى لمن هم أقل سناً نوماً هادئاً هانئاً. أيوة زي ما حضراتكم سمعتوا كده، للكبار فقط. وأنا بضم صوتي لصوت الست دي وأقول لمن هم دون السن نوماً هادئاً، وبعدين ترجع وتقول نحن لا نخجل من أي كلام جاء في الكتاب المقدس ونفتخر بما جاء في الكتاب المقدس. نحن لا نخجل من أي كلام في الكتاب المقدس، بل بالعكس نفتخر بما جاء في الكتاب المقدس، ونعلم علم اليقين أنه كل ما سبق فكتب لأجل تعليمنا. طيب لما مش بتخجلي يا أختي بتقولي ليه الحلقة للكبار فقط؟ ودي مش غريبة عليهم، لأنهم بيعتمدوا أن المشاهد اللي بيسمعهم مش بيفكر وبيستغلوا جهله فبيقولوا أي كلام وخلاص. ندخل بقى في موضوع حلقة النهاردة، رحومة الحرامي. رحومة بعد ما فضحته قدام الناس كلها وبينت أنه مدلس وكذاب وحرامي، حب بقى ينتقم مني. اتفق مع طليق المدعو خيري شوقي توفيق المقيم في محافظة أسيوط انه يطلع معاه على قناته. هذا زوج المدعوة غادة صابر عم خيري. والحرامي والأراجوز دول قعدوا قعدة ستات علشان يشوهوا صورتي ويتهموني اني رحت الإسلام علشان الدعارة. يحتاج إلى الدعارات، ممارسة البغاء، المقنع، البغاء الشرعي. ها البغاء الشرعي، هو في زنا في الاسلام يا حبيبي؟ ما في زنا في الاسلام يا حبيبي. ما جايبين حاجات زي كده، زي كده حالات زي كده بيرموها بالشارع تحت العناوين معايا. احنا خبير، انا دي شغلتي. ما في زنا في الاسلام، وهم بيستغلوا الحكايه دي وبيعتبروا الجنس ده حلال في اي حاجه. الحرامي والأرجوز ما يعرفوش اني اصلا تركت دين بيسهل الدعارة، ومفيش حلال وحرام في الدين ده، ورحت للدين اللي بيحرم الزنا والفحشاء وبيأمرنا بغض البصر، وأرسل لنا رسول علشان يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ويحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. والحلقة اللي عرضها الحرامي ورحومة فيها كلام كتير هرد عليه بس الفترة الجاية، وهيكون فيه مفاجآت كتير محضراها للحرامي والأراجوز هتصدمه. ولكن النهاردة هوضح نقطة واحدة بس ونشوف مين فينا اللي راح لدين الدعارة، أنا ولا أنت يا حرامي. وردي على الحرامي والأراجوز هيكون من الكتاب المقدس وتفسير لآباء الكنيسة،
فالمسؤولية على الكاتب وليس على الناقل. ونبدأ باعتراف الدكتور جورج حبيب بباوي بانتشار الدعارة بالكنائس. مش عايز اقولك انه في مخدرات بتتباع في الكنائس ولا دعارة في الكنائس. مش عايز اقولك الفضايح دي. الكنائس هنا للأسف امريكا بقت في منتهى الانحراف. تعالوا شوفي تعالوا شوفي لمؤاخذة المخدرات بتتباع في الكنائس، الدعارة في الكنائس، السرقة وفلوس وتمويل وغسيل اموال وطبعا الكنائس دي اللي فيها دعارة استخدمت نصوص من الكتاب المقدس. فتعالوا نشوف النصوص الموجودة في الكتاب المقدس واللي بتشجع على الزنا. افتح معايا الكتاب سفر هوشع. اول ما كلم الرب هوشع قال له اذهب وخذ لنفسك امرأة زنا واولاد زنا. وكمان دائرة المعارف الكتابية بتقول ان في رأيين، رأي حرفي ورأي مجازي، وانت اخترت الرأي الحرفي. والرأي الحرفي بيقول ان الاله امر هوشع انه يرجع امرأة ودفع لها مبلغ من المال علشان يرجعها من عاشقها. فيعني فعلا كتابكم لا يحض على الزنا خالص خالص. وقام يسوع ايضا بتسهيل الزنا من اوسع ابوابه لما لغى حد الزنا تماما. لا اعاقب بناتكم لانهن يزنين، ولا كناتكم لانهن يفسقن، لانهم يعتزلون مع الزانيات ويذبحون مع الناذرات الزنا، وشعب لا يعقل يسرع. مش بس كده، ده وصل به الحد انه رفع من منزلتهم وجعلهم فوق الابرار، وقال لتلاميذه ان الزواني يسبقونكم الى ملكوت الله. قال لهم يسوع الحق اقول لكم ان العشارين والزواني يسبقونكم الى ملكوت الله. والكتاب المقدس بيعترف ان نسب يسوع مليان بالنساء الزانيات واللي شغالين في الدعارة. فتعالوا نشوف الأدلة على الكلام ده من خلال الكتاب المقدس وكتابات علماء المسيحية وأقوال رجال الدين المسيحي. هل جاء المسيح في رحاب من رحاب الزانية التي ساعدت يسوع في سقوط أريحة؟ أي نعم، جاء من رحاب، ورحاب دي تيتا للمسيح زي ما قلت هنا قبل كده. كانت تيتا رحاب وتيتا تبقى تيتا للمسيح، لأنها المسيح عاوز يقول أنا مش مستعر من أن أي إنسان خاطئ، لأن طبيعتكم كلها كانت خاطئة. فلما يجي حد في سلسلة أنساب السيد المسيح هذا لا يمنع. لأن رحاب الزانية من أهل أريحة لم تكن من بني إسرائيل ولا تناقلت من بني إسرائيل، ودخلت في الشعب وصارت من جدات السيد المسيح. يهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. طب ثمار دي حسب القصة في العهد القديم أول واحدة تزينت بلبس الزانيات. طبعا قصة محزنة ومزعجة وتقيلة على ودنا. ثمار وهي يعني قصتها فيها أحزان. نحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من رحاب. هنا تيجي الست التانية، لما يقول من يبقى تذكر الأم. طب احنا منتظرين أم يعني مثالية تطلع تاني أم مذكورة في الأنساب برضو من نفس العينة. رحاب دي كانت شغلتها ايه؟ شغلتها زانية. ده دين، ده دين يا ولدي، ده دين، ده دين، ده دين، يخرب بيوتكم، ده دين. حاجة صعبة قوي يعني. ثمار تزينت بلبس خطية، ورحاب التانية شغلتها الخطية. طب وده كله يذكر في متى واحد أول صفحة كده، يعني مفروض ده مجد ربنا يسوع له المجد، لكن المسيح له المجد جاي يشيل ده كله. رحاب دي كانت ست شغلتها الزنا وعايشة في مدينة أريحة. يا دي المصيبة السودة، يا دي المصيبة السودة اللي ما يتلبس عليها تياب. وقت ما كان يشوع بيزحف بشعب إسرائيل عشان يملك كنعان، وداود الملك ولد سليمان من التي لأورية. هذه نمرة كام؟ نمرة أربعة ولا خمسة؟ ثمار ورحاب ورعوس، ودلوقتي نمرة أربعة التي لأورية. حتى ما قالش بس شبع، قال جوزها الأولاني. طب داود اتجوز كتير، ربنا قصد
تكون جدة من جداته صاحبة القصة المزعجة أو المؤلمة بتاعت خطية داود. داود لما قعد على عرشه ويعني الدنيا هديت أهمل في صلواته وفي عبادته، وبعدين عينه اتلخبطت، وبعدين اشتهى شهوة ردية وقع في الخطية، وبعدين تأمر على قتل أورية الحسي واحد من القادة بتوعه عشان يغطي على خطيته، وبقت الحكاية لخبطة خالص، زنا وقتل ومؤامرات وكذب وغش. إنما المرأة الرابعة في سلسلة أنساب المسيح برضو امرأة لها تاريخ مش مريح. ده دين يا ولدي، ده دين يخرب بيوتكم، ده دين. وجود أسماء جدات زانيات في سلسلة نسب الرب يسوع المسيح يأكد لينا أمانة الناس اللي كتبوا الكتاب المقدس سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. وإيه كمان؟ قول كلامك حكم. كان ممكن الناس دول يحسفوا أو يعدلوا في القصة، لكن من أمانتهم ما عدلوش في القصة وذكروها كما هي. قول يا ستموني قول. ولو رجعنا لقصة الناس أو الشخصيات اللي بيقولوا الناس عليهم إنهم زانيات، هنكتشف إنه مثلا أول واحدة ثمار لم تزني لأنها كانت بتحب الخطية أو كانت عندها شهوة للخطية، لكن لأنها كانت عايزة تقيم نسل. لو عايز تفهم القصة ارجع لسفر التكوين هتقدر تشوف القصة كويس. وهكذا رحاب لم تكن زانية، لكن بيقولوا إنها اتقال عنها كده زانية لأنها كانت صاحبة فندق بيروح فيه الزانية. انت مكسوف تقول بيت دعارة وبتجمل الكلام وبتقول فندق؟ لا حضرتك، ايام جدات يسوع ما كانش فيه فنادق ولا لوكندات. وبعد عرض النسب يسوع اللي فيه زانيات ودعارات حسب ما ورد في الكتاب المقدس، اعرض على حضراتكم ما ورد في سفر حزقيال من الفاظ وعبارات استحي كامرأة ان اقراها على حضراتكم، ولكن هنسمعها من المسيحيين بنفسهم. ونسمع مع بعض تلاوة عطرة من سفر حزقيال باللهجة العامية المصرية للأستاذ رامي سمير فرج مينا. حزقيال 23. وكان ليا كلام الرب: يا ابن آدم، كان في ستتين بنات أم واحدة زنوا في مصر في صباهم، هناك اتزغزغ صدرهم وهناك اتزغزغت حلمات البكارة بتاعتهم. ايه المصايب دي يا جماعة؟ بس ايه الوساخة دي كلها يا ناس؟ واسمهم أهولة الكبيرة وأهوليبة أختها، وكانوا ليا وخلفوا ولاد وبنات. واسمهم السامرة أهولة وأورشليم أهوليبة، وزنت أهولة وهي مرتبطة بيا، وعشقت اللي بيحبوها أشور القريبين اللي لابسين بنفسجي ولا وحكام، كلهم شبان شهوة فرسان ركبين الخيل، فدفعت لهم أجرة زناها للي اختارتهم من كل ولاد أشور، واتنجست بكل اللي عشقتهم بكل الأصنام بتاعتهم، وما سابتش الزنا بتاعها من مصر كمان، لأنهم ناموا معاها في صباها وزغزغوا حلمات البكارة بتاعتها. ايه الوساخة دي كلها يا ناس؟ وكبوا عليها زنيهم، عشان كده سلمتها لإيد عشقها، لإيد ولاد أشور اللي عشقتهم، هم كشفوا عورتها، أخدوا ولادها وبناتها وقتلوها بالسيف، فبقت عبرة للستات ونفذوا فيها حكم. فلما شافت أختها أهوليبة ده بوظت في العشق بتاعها أكتر منها، وفي الزنا بتاعها أكتر من زنا أختها، عشقت ولاد أشور الولاة والحكام القريبين اللي لابسين لبس فخم فرسان راكبين الخيل، كلهم شبان شهوة، فشفت انها تنجست وليهم هما الاتنين طريق واحد، وزودت الزنا بتاعها. فبصت على رجالة مرسومين على الحيطة، صور الكلدانيين مرسومة بمغرى مشدودين بحزمة على وسطهم، العمامات بتاعتهم نزل على رأسهم، كلهم في المنظر رؤس بمركبات شبه ولباب للكلدانيين أرض الميلاد بتاعهم، عشقتهم لما لمحتهم عينيها وبعتت ليهم رسل لأرض الكلدانيين
فجلها ولاد بابل في سرير الحب ونجسوها بالزنا بتاعهم. ده دين، ده دين يا ولدي، ده دين، ده دين، ده دين، يخرب بيوتكم، ده دين. فتنجست بيهم وكرهتهم نفسها وكشفت زناها وكشفت العورة بتاعتها، فكرهتها نفسي زي ما كرهت نفسي أختها، وكترت زناها لما افتكرت أيام صباها اللي فيها زنت في أرض مصر، وعشقت عشاقها اللي لحم حمير لحمهم ومني خيول المني بتاعهم، وافتكرتي الحاجة المكروهة بتاعت الصبا بتاعك لما زغزغ المصريين حلماتك عشان صدر الصبا بتاعك. ايه الوساخة دي كلها يا ناس؟ نصبوا ليه؟ انت عندك حسقيال 23-20 وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. حضرتك لحمهم ده فاهم يعني ايه لحمهم؟ لحمهم ماذا يقصد لحمهم هنا؟ يعني ايه العورة هنا؟ العورة يعني الجهاز التناسلي، يعني زي ما بتقول ترجمة الحياة الذين عورتهم الجهاز التناسلي في حجم عورة الحمير والمني كمني الخير. السؤال اللي الآن الآن يا أستاذ بيتر، يعني هل يصلح هذا الكلام اللي انت تقرأه يعني لأخت أو بنت أو أم أو حتى زوجة، هل يصلح؟ الكتاب بيقول يعني تقول كده وقاعد تنشد وتقول أو قاعد ترنم وتقول وعشقت معشوقيهم الذين القضيب في حجم الحمار والمني في حجم الخير. عندك حسقيال ثلاثة عندك حسقيال كمان بيقول إيه؟ وفرشتي رجليك لكل عابر، فتحت رجليك على الآخر. هل يصلح هذا الكلام حضرتك؟ الكلام ده يصلح؟ هل ممكن تقول الكلام ده للسيدة الفاضلة أمك رب يبارك فيها، أو حتى لزوجتك أو بنتك أو أختك؟ هل تقدر تقول الكلام ده؟ وسؤالي هنا لأصدقاء المسيحيين، إزاي أنتوا بتقولوا على الكلام الفاحش ده إنه كلام إلهي؟ والرد المعتاد بتاعهم إن الكلام ده كلام رمزي وروحي، ونسيوا إن يسوع قال لهم فتشوا الكتب، فبدل ما يفتشوا الكتب ويفتحوا تفسيرات أبائهم يقولوا الكلام ده معناه رمزي. ولكن أنا بسمع كلام يسوع وهفتش الكتب وهشوف تفسيرات الآباء بتقول إيه عن الكلام ده، وهسمع نصيحة أبوكم زكريا بطرس. أن الكتاب المقدس عشان تفهمه لازم ترجع إلى مفسرين. نعم. تشوف الآباء قالوا إيه، تشوف المفسرين المعتبرين قالوا إيه، عشان خاطر تقدر تعرف الموضوع. نعم. طيب علشان نفهم الكتاب المقدس بيقول إيه عن سفر حزقيال، هنسمع نصيحة لزكريا بطرس ونرجع لأقوال الآباء، ونبدأ بكتاب النبوة والأنبياء في العهد القديم للأب متى المسكين صفحة 227، واللي بيقول فيه تحديداً سوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها وصورها. 24 إصحاحاً يفتح بهم حزقيال نبوته عليهم، فيها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان، هذا من جهة الإنسان، وكل غضي وعقاب بكل أنواع العذابات المعروفة من جهة الله. والذي نخرج به من هذه الإصحاحات أيها القارئ العزيز أن الله صعب، صعب ومريع جدا، وويل وويل لمن يستهين بلطفه وطول أناته. وده اعتراف واضح وصريح من الأب متى المسكين أن الكتاب المقدس فيه كلام وسخ، واللي من المفترض أنه يكون كلام مقدس. هو عجبي. وفي كتاب رسالة حزقيال يذكر المؤلف أن نصوص حزقيال 16 و 23 هي إباحية، ولا يحب المسيحيين قراءتها في الكنائس. بعد سلاسل النسب في سفر أخبار الأيام الأول تأتي مباشرة الاستعارات الصارخة لحزقيال 16 و 23 باعتبارها من الإصحاحات التي لا يستحب تلاوتها في الكنائس، وبالمثل من غير المرجح أن يتم الوعظ منها، فهي طويلة وقد تتضمن عبارات خادشة وتعبيراتها في بعض الأماكن صراحة إباحية. وفي الواقع إنه من الصعب أن نتخيل حزقيال وهو يسكب هذا السيل من الصور الشهوانية النبوية دون أن يتعرض للحرج المبرح والإشمئزاز.
ويقول الأب ستيفان شاربانتي أن حزقيال تعدى حدود الذوق السليم حتى أنك تخجل من كلامه. حزقيال رجل لا يستطيع أن يعمل شيئا كما يعمله الجميع، ولكن يكاد يتجاوز الذوق السليم. انظر الفصلين 4 و5 وبعض مقاطع من أمثاله قد يخجل منها مغفر حرس، فلا تقرأ الفصلين 16 أو 23. أما بقى دائرة المعارف الكتابية، بتذكر أن العلامة جيروم قال أن ما كانش مسموح لحد يقرأ سفر حزقيال إلا إذا كان عمره عدى 30 سنة. كان بيتم إخفاء السفر عن عوام الناس. ويقول جيروم أن في أول السفر وفي نهايته أجزاء غامضة، لذلك لم يكن مسموحا بقراءتها إلا لمن بلغ سن 30 من العمر. اعتبر سفر حزقيال مع أسفار الأمثال والجامعة وإستير ونشيد الأنشاد من الكتب طالب البعض بإخفائها عن العامة. زونز يضيف سببا آخر، وهو الرغبة في تجنب تدنيس الرؤية المقدسة في بداية السفر. معنى الكلام ده إن اللي عمره أقل من 30 سنة لا يقرأ ولا يسمع الكلام ده، علشان الكلام الفاحش والوسخ اللي في الكتاب المقدس. وده مش كلامنا كمسلمين، ده كلام علماء المسيحية وآباء المسيحية الأوائل. وبكده يتضح للجميع أن الكلام اللي في سفر حزقيال فعلا كلام وسخ زي ما قال الأب متى المسكين، ومش زي ما بيضحك عليكم القساوسة وبيقولوا لكم من الكلام ده ليه تفسيرات رمزية وروحية. وعلشان ما طولش عليكم، أكتفي النهاردة بسفر حزقيال، والحلقة الجاية هعرض ما تيسر من سفر نشيد الأنشاد، ونشوف برضو علماءكم قالوا إيه عن السفر ده. وكمان هعرض لحضراتكم تسريب خطير من خير شوقي توفيق الأراجوز صبي رحومة الحرامي، وهو بيعترف إن رحومة ضحك عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.